السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد أحمد حلمي، مدير مركز طب أسرة علي بن أبي طالب ببورسعيد. مركزنا حصل على التسجيل بأعلى درجة لمدة سنة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وسعينا بعدها إن احنا نكون أول مركز يطلب إن هو يحصل على الاعتماد لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وده إيمانا مننا بنشر مفهوم وثقافة الجودة عشان نحقق أمان وسلامة المنتفع، وعشان نقلل المخاطر المحتملة، وإيجاد فرص التحسين المستمر للعمليات داخل المركز. أنا دكتورة تسنيم عبد الناصر، صيدلانية في قسم السلامة والصحة المهنية. إيه السلامة والصحة المهنية؟ السلامة والصحة المهنية الحفاظ على العامل من إن يحصل له أي ضرر أو إصابة أو مرض مهني، والحفاظ على بيئة العمل، الحفاظ على بيئة العمل ضد أي مخاطر تحصل لي. لما بحافظ على بيئة العمل أنا كده بحافظ عندي على العاملين، وبحافظ على المرضى الزوار المترددين. طيب إيه المخاطر اللي ممكن تحصل لي؟ عندي مخاطر، ممكن مخاطر حريق، ممكن مخاطر كيميائية، ممكن مخاطر سقوط. بحافظ على كل الحاجات دي وكيفية التعامل معها إزاي. طريقة المخاطر أو طريقة الإعلان عن المخاطر بيبقى عن طريق الأكواد. الأكواد بتتقال في المستشفى، بيعرفها العامل وبيفهم معناها إيه، بس المرضى ما يعرفوهاش علشان ما يحصلش أي ذعر في المكان. أنا دكتور ميسر عالم الدين، أخصائي الجودة في مركز علي بن أبي. البرنامج ده بيشمل التخزين الجيد للأدوية بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة، جدول الحرارة والرطوبة مستمر وموجود باستمرار في المخزن أو في الصيدلية أو في الثلاجة، كذلك الصيدلية مفتوحة طول ساعات العمل الرسمية 7 أيام في الأسبوع، كذلك برضو الأماكن التانية زي الطوارئ أو عيادة الأسنان أو أي مكان آخر فيه مخزون دوائي. تاني نقطة، التعامل مع الأدوية بيكون وفقا لمعايير الاعتماد. في أدوية عندنا عالية الخطورة بتميز باللون الأحمر في عبوات مميزة، وكذلك بيكون في ليبل أو كارت تعريف مذكور فيه اسم الصنف، اسم العلمي، الاسم التجاري، تاريخ الصلاحية وتاريخ الباتش بتاع الصنف ده. الأدوية المتشابهة في النطق أو في الشكل برضو بيتم تمييزها باللون الأصفر أو اللون الأخضر، وكذلك بيكون فيها عبوات مميزة ويتم كتابة المعلومات على كارت الصنف، إذا كان اسم الصنف العلمي أو التجاري وتاريخ الصلاحية وتاريخ انتهائه واسم الباتش. أثناء الصرف بيكون في تشيك ثنائي الدبل تشيك من 2 صيادلة أثناء صرف الأدوية لتقليل الخطأ الدوائي، وبالتالي زيادة أمان وسلامة المنتفعين. احنا كمان بنهتم بالتسجيل الطبي لأي حاجة تخص المريض أو أي إجراء تم إجراءه للمريض، وده عشان نضمن استمرارية الرعاية، وعشان نضمن ان اي حاجة اتعملت للمريض متسجلة وموجودة عندنا. كمان بنهتم جدا بالOVR او تقرير حدوث الواقعة، بحيث ان اي واقعة حصلت في المستشفى او اي مشكلة حصلت في المستشفى نبقى على علم بيها، ونبدأ نعمل مشاريع تحسين وتطوير ونطورها، حتى لو المشكلة دي كادت ان هي تحصل وما حصلتش وتداركنا الموقف، فبنبدأ ان احنا برضو ندور وراها ونشوف المشكلة دي كان سببها ايه ونحلها، عشان نضمن ان احنا نرفع جودة المستشفى ونعلى بجودة الاداء. دكتورة منى محمود عوض بعيلة، مدير قسم مكافحة العدوى في مستشفى النصر التخصصي، صيدلانية اخصائي مكافحة عدوى. احنا كفريق في مستشفى النصر التخصصي اشتغلنا ان احنا نسجل المستشفى ونعتمدها بهيئة الاعتماد والرقابة. بدأنا الاول بالتسجيل وحققنا كل معايير مكافحة العدوى المشروطة في التسجيل، واخدناها كلها الحمد لله، وكمان اخدناها بالتطبيق وطبقناها في المستشفى على العيان. بعد كده اشتغلنا على معايير الاعتماد لمكافحة العدوى في جهار 2021، ابتدينا ان احنا نطبقها، وساعدنا دايما وساعد معانا الفريق الطبي جدا بنجاح، ان هو ساعدنا على التدريب وساعدنا على التطبيق. طبقنا بنسبة 99% تقريبا الحاجات في مستشفى النصر عشان نرضي المنتفع بتاعنا، وان هو يطلع بصحة جيدة وصحة كويسة جدا. مش شايمة، أخصائي تمريض، أخصائي جودة، فريق جودة مستشفى النصر. أحب أتكلم عن أمان وسلامة المريض والبيشنت سيفتي. إحنا من بداية المنظومة وإحنا بدأنا في تسجيل مستشفى النصر كان هدفنا تحقيق أمان وسلامة المريض بكل المعايير، اللي منها تعريف المريض، إن إحنا نعرف المريض بالطريقة الصحيحة في المستشفى، الأوامر الشفهية والتليفونية والنتائج الحرجة، بحيث نحافظ على أمان وسلامة المريض، وإن إحنا نوصل النتيجة في الوقت المعين ليها، إن إحنا نحافظ على غسل الأيدي ونطبق معايير مكافحة العدوى، إن إحنا نقي المريض من أي توصيلات خاطئة ليه، وإن إحنا نحقق الحالات الحرجة كل الإنذارات نتحقق منها. ومع استكمال برضو
الاهداف بتاعتنا ان احنا بدانا بتطبيق معايير بهار واعتمدنا المستشفى، وكل دوت بنعلنه في المستشفى عن طريق بانرات فيها معايير امان وسلامه المريض. انا الدكتوره ياسمين الشامي، صيدلانيه في قسم الداخلي من تبع صيدليه الداخلي. لمعايير الجوده احنا عاملين نظام في الصيدليه ان احنا كل حاجه الميديكيشن سيفتي بيبقى فيها الليبلنج عليها عالي الخطوره وعالي التركيز، متشابه في الشكل في النطق، وبنعلمها بالوان معينه علشان التمريض لما بيجي يدي يصرف العلاج دوت بيبقى عارف ان العلاج اللي هو تبعه ده علاج مثلا عالي الخطوره، بياخد فيه الحذر وبيبقى فيه دبل تشيك عند الاعطاء. عالي التركيز بيبقى فيه دبل تشيك عند الاعطاء، متشابه في الشكل وفي النطق، بياخد باله ان العلاج ده معمول باللون الاصفر او باللون الاخضر. دكتور اسامه حسين، مدير الطبي مستشفى النصر، تخصصي للاطفال بورسعيد. الحقيقه من الحاجات الاضافات العظيمه جدا اللي اضافها التامين الصحي الشامل وهيئه الرعايه الصحيه هي الحوكمه الاكلينيكيه. الحوكمه الاكلينيكيه طبعا منظور مختلف تماما للتعامل مع المرضى، بيركز اساسا على امن وسلامه المريض اثناء تلقي العلاج، سواء من بدايه التشخيص ازاي يشخص على احدث معايير الطب وبما لا يتعارض مع امان المريض، ثم اساليب التشخيص المختلفه من تحاليل واشاعات وما الى ذلك، ثم اساليب العلاج سواء كانت دوائيه او تدخليه او جراحيه بتجري برضه على احدث معايير الطب. ده بيترجم بما يسمى البروتوكولات الاكلينيكيه اللي بتوضع من قبل اعلى مستوى وصل ليه الطب من الابحاث المؤكده بنسبه 100%، ثم حين تطبيقها بعد كده بتقيم الابحاث دي ومدى رضاء المريض عنها ورضاء الطبيب عنها ومدى انعكاس ذلك على مؤشرات اداء الخدمه وتحسين الاداء في المستشفيات. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا مجموعه الامال الاشعه، مركز الامال الاشعه في بورسعيد، وهو المركز اللي حصل على الشهاده العامه للهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه. دي تاني سنه لينا ان شاء الله، احنا بنسعى ان شاء الله للاعتماد، وحقيقي المركز استفاد من التجربه دي. احنا حصل لينا موقف السنه اللي فاتت بناء على التدريبات اللي خدناها سواء في الحمايه المدنيه او في الاسعافات الاوليه، حصل عندنا حريق في الدور الثالث. الحمد لله بسبب التدريبات اللي خدناها قدرنا نسيطر على الحريق بدون اي خسائر ماديه او بشريه، وده بيدينا ان شاء الله الصلاحيه والاولويه ان احنا نقدر نستقبل اكبر عدد من المنتفعين من الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل. وان شاء الله مجموعه الايمان بتسعى اللي هي دايما تكون في المتقدمه، بالذات اللي هي اول مركز على مستوى جمهوريه مصر العربيه انضم لمنظومه التامين الصحي الشامل. وان شاء الله احنا جاهزين والفريق العمل على اعلى مستوى من التدريب والجاهزيه وعلى اتم استعداد ان احنا نغطي محافظه بورسعيد بالكامل لخدمه الاشعه. دكتوره فؤاده محسن زرومبا، مدير اداره الموارد البشريه في مستشفى النصر التخصصي. احنا اهم اهدافنا هنا في المستشفى امن وسلامه المريض، وده بيتم عن طريق الفريق الطبي والغير الطبي الموجود في المستشفى. فاحنا ازاي نقدر نقدم خدمه طبيه جيده ذات جوده للمريض وبنحافظ على امنه وسلامته عن طريق التدريب المستمر. احمد عبد العزيز، رئيس قسم رضا المنتفعين بمركز علي بن ابي طالب التابع للهيئه العامه للرعايه الصحيه. اول ما بيخش عندنا المنتفع وبيسجل عندنا في مكتب التسجيل، بنقدم له الخدمه على المستوى الاول اللي هو الرعايه الاوليه اللي هو متمثله في مركز علي بن ابي طالب، ولو احتاج المنتفع خدمه ثانيه مش موجوده هنا في المركز ما بنقدمهاش، بنقوم بتحويله بطريقه سهله والكترونيا للرعايه السنويه في المستشفى، بيتعرض على الاخصائي وبيتم تقديم الخدمه كامله ليه. دكتور محمد توفيق، المدير الاداري لمعامل البرج في الفروع بورسعيد. الحقيقه هيئه الرقابه والاعتماد اضافت لنا كثير من الاطر التنظيميه والتدريبيه والتنميه والتطوير المستدام بالنسبه للاداء بالنسبه للافراد وبالنسبه للاداء بالنسبه للمعمل. عده اوجه بالنسبه للامن وصحه وسلامه المريض تمت اضافتها من خلال هيئه الرقابه بالتعاون مع هيئه الاعتماد والرقابه، منها على سبيل المثال الحصر مثلا اللي هو التدريب على نظام التدفئه والاطفاء والتدريب على التعامل مع الحرائق والازمات، منها التعامل الامن مع التخلص من العينات والتخلص مع التعامل الامن مع العينات وغيره. وعلى بعض التدريبات دي كانت تدريبات قويه جدا وفعاله جدا، لدرجه ان بعض الافراد داخل المعمل بقى مدربين كفايه. في بعض المواقع من معامل البرج الافراد المدربه حصل ان في مكان جنبهم مكان حصل فيه حريق
والحريق ده استدعى ان الافراد من المعمل نفسهم عشان هم تلقوا التدريب ده وبقوا مؤمنين بيه قدروا ان هم يتحركوا وان هم يساعدوا وينقذوا العماره باكملها. وده واحد من اهم الفوائد ان الايمان بهذا التطبيق. فرسالتنا في النهايه ان الجوده اللي اضافتها لنا هيئه الاعتماد والرقابه لم تكن معرقله، بل بالعكس كانت اضافه لنا جدا.